ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم محمد اكرم، والنهارده هنتكلم على بي ام دبليو 118 اي موديل 20 شويه من جوه. العربيه من جوه طبعا الكراسي السبورت، كراسي مريحه فيها خياطه بلون البرتقاني، مديها لفته كده حلوه، وفي خطين اورنج برضو وبرتقاني، فمديها برضو الشكل السبورتي شويه. العربيه من ورا تقدر تبقى قاعد مرتاح، ما فيش اي مشاكل. انا جربتها، وان هي ان انا اصلا مش طويل قوي ولا قصير قوي طبعا، بس هي انا قاعد مرتاح ورا، وممكن يبقى فيه تلاتة يقعدوا ورا مرتاحين. نتكلم على التابلو، اتغير تماما. لسه في الاي درايف بتاع البي ام دبليو، اللي هو الشاشه 9 انش، ودي شاشه كبيره تاتش، تقدر تتحكم برضو عن بالماوس، وتحكمها سهل جدا. فيه الكونسوله اللي في النص بقت قصيره شويه، ده طبعا بسبب ان العربيه بقت دفع امامي، فالعربيه مش في النفق اللي ورا ده اللي هو يعدي منه الفتيس والكردان الكورونا، عشان ما فيش كورونا ورا. نتكلم بقى على الدركسيون، في الطاره مالتي طبعا، في مثبت السرعه، في ان انت تقدر تتحكم في صوت الكاسيت او اللي هو الاغاني، وتقدر ترد ان هو تتحكم في الاي درايف كده من الدركسيون. العداد ديجيتال طبعا، احنا متعودين على بي ام دبليو العدادات الانالوج اللي هي المتميزه بيها بالالوان الاورنج، لا ده مش كده، ده بقى عادي ابيض عادي، بس هو شكله عشان هو ديجيتال وفي سرعه ديجيتال وفي كل حاجه، فهو شكله جميل. التابلو في برضو حته كده تحسها كاربون فايبر، مخليها شكله جميل جدا. فرش البيبان الكواليتي بتاعته نظيفه قوي وحلوه قوي، برضو لسه نفس الخياطه البرتقاني موجوده فيه. كل حاجه، الزراير اللي في التابلو، الزراير كلها اللي جوه العربيه مميزه جدا، ونفس الكواليتي اللي احنا متعودين عليها من بي ام دبليو. الانوار كنا متعودين دايما الانوار اللي في بي ام دبليو بتبقى بكر كده من على الجنب، وتقريبا تلات ارباع العربيات الالماني كده، لا هو بقى بالزراير، ودي حاجه برضو خطوه جديده في بي ام دبليو. العربيه فيها بانوراما سان روف، يعني العربيه السقف بتاعها كله مفتوح لحد ورا، تقدر تفتح الحته اللي قدام بس، طبعا ده حاجه حلوه كسان روف فيها. العربيه القديمه كانت سان روف بس مش بانوراما. اتكلم شويه عن الشنطه بتاعت العربيه. الشنطه مساحتها 380 لتر. طبعا العربيه دي بالنسبه للعربيه الهاتشباك، عربيه الهاتشباك هي العربيه كويسه جدا الحجم الشنطه بتاعتها. طبعا كمان فيها ان انت تنزل الكراسي اللي ورا دي تنيمها وتبقى واسعه، تقدر كده بقى تنقل البيت لو عندك بيت صغير، ايا كان مش مشكله. نتكلم عن الموتور شويه. موتور العربيه دي 1500 سي سي 3 سلندر، بتوفر في البنزين. العربيه 140 حصان 220 نيوتن متر تورك. على حجمها ده العربيه حلوه جدا. الموتور ده كان بينزل في 318 و218، ونزل شويه في 218 التورينج. العربيه بصراحه ادائها لذيذ جدا، تحس ان انت راكب جولف او ليون او العربيات الستايل ده، عشان هي الفتيس بتاعها مش فتيس الزد اف بتاع البي ام دبليو، لا ده الفتيس اللي هو السبع غيار الدي سي تي بتاع البي ام دبليو، مش الزد اف الثمانيه غيار، فده طبعا مختلف وجديد. بتجيب 0% في 8.9 من الثانيه، فهي قويه بالنسبه ان هي عربيه ستوك. تعال ندوس سبورت ونجرب كده هتبقى قوية ولا ايه. لا بصراحة حلوة قوي، قوية جدا بالنسبة للعربيات البي ام دبليو الثلاثة سلندر التانيين، لا هي سريعة. العفشة هي ناشفة شوية اظن بسبب ان الكاوتش 225-45 جنط 17، بس هو اوفر اول كويس.
انا في حاجه عجبتني قوي كنت عايز اتكلم عليها في العربيه دي. العربيه دي اصلا تقفيل الماني لسه مش تقفيل مصري، فالعزل فيها حلو جدا. يعني انت لو كنت ماشي على 120-130 لو انت راكب عربيه ممكن تكون تقفيل مصري ممكن تسمع فيها صوت خفيف داخل من الهواء، لا العربيه دي مفيش الكلام ده خالص. الموضوع ده عاجبني فيها قوي بسبب ان هي تقفيل الماني.